في ناس قوي بالشكل ده صغير قد كده. تذكر بالزمانات لما كنا انا وهوشع نعبد نفس الاله؟ صحيح ما كنت شوفه، بس كان يعلمني من جوا اعرف الخير من الشر بدون ما اجرب ثمر الدنيا ولا اغوي رجال ولا حرك فيه الدجال ولا اتخبى بحجال. هفكر ارجع صلي له بركي بيحفظك وبيسمح لي. ازاي سبت اله بيعرفك الخير من الشر؟ قولي لي يا جمر، ايه الطريقه اني ارجع اني اعبده واتبعه؟ وازاي اعرف انه قابلني؟ يعني اعور عم بضل اعمى، انا لو عرفت ما كنت تركته. انا خايفه قوي يا جمر وبفكر اهرب من المدينه دي. لا ما تروحي، انا ما الي غيرك هون، يا بنموت سوا يا بنعيش سوا. شو قلتي؟ يا لهوي يا جمر، انا بجد خايفه. زمان كنت عارفه اني لو مت ببقى رايحه للبعض، دلوقتي انا مش عارفه انا رايحه فين ولا جايه منين. انا عايزه اله اقضي اخرتي عنده، ساعديني يا جمر. شو بدي ساعدك؟ تعي هلا نروح ننبش على الحجاره مثل ما كانوا عم يعملوا. اما هني نبش عليهم ويدقوا. Thank you.